معجزة في أقصر سورة من القرآن الكريم، سورة الكوثر. انظر معي أخي الحبيب، هي السورة الوحيدة التي ورد فيها الأمر الإلهي بالنحر، فصلي لربك وانحر. هذه الكلمة لم تذكر إلا مرة واحدة في القرآن الكريم في هذه السورة. متى يكون النحر؟ يكون في اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر. سنرى معجزة تقوم على الرقم 10، هو يوم النحر، في هذه السورة القصيرة ولكنها عظيمة بمعجزاتها. انظر معي، عندما أنزل الله هذه السورة من كم كلمة ركبها؟ عد معي. إنا أعطيناك الكوثر، 3، فصلي لربك وانحر. إن شانئك، 8، هو الأبتر، 10. إذن ركب الله هذه السورة من 10 كلمات بما يتوافق مع يوم النحر الذي هو 10 ذي الحجة. سبحان الله، هذه أول معجزة. انظر معي هنا، كل الآيات تنتهي بحرف الراء، الكوثر، انحر، الأبتر. هذا الحرف في اللغة العربية كم ترتيبه؟ عد معي. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء. كم رقمه؟ 10. سبحان الله، ترتيب حرف الراء في اللغة العربية هو 10، وكل الآيات انتهت بحرف الراء. سبحان الله، وعدد كلمات السورة 10. شيء مذهل سأختم به، حتى النقطة لها إعجاز. عد معي عدد النقط. إنا هنا 1 نقطة، أعطيناك 2، 3، 4، 5، 6، 7، 7 نقط، 8، 9، 10. النقطة التي فوق انحر 10، نفس تاريخ النحر، 10 ذي الحجة. لا نملك إلا أن نقول سبحان الله. حتى يتبين لهم أنه الحق. أحبتي في الله، انتبهوا معي، معجزة في ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى أنزل سورة عظيمة هي سورة القدر. سنكتشف فيها بعض العجائب، حيث تتحدث هذه السورة عن إنزال القرآن في هذه الليلة. دعونا نعد الكلمات أولا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. 16، تنزل الملائكة والروح فيها، 20، بإذن، 21، ربهم من كل أمر، 25، سلام، 26، هي، 27، حتى، 28، مطلع، 29، الفجر، 30. إذن أول ملاحظة أن الله أنزل هذه السورة من 30 كلمة بعدد أيام الشهر. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية المهمة، سلام هي، كم رقمها؟ 27. انتبه معي، ليدلك على احتمال أن هذه الليلة تكون هي ليلة 27. المعجزة الثالثة واللطيفة أن ليلة القدر هنا كم مرة ذكرت؟ ذكرت مرة كما نرى، والمرة الثانية هنا ليلة القدر، والمرة الثالثة هنا. تمام. كم عدد حروف ليلة القدر؟ عد معي. ليلة، 1 2 3 4، القدر، 1 2 3 4 5. إذن المجموع كم؟ 9 حروف. أنا عندي
تسعة حروف هنا ليلة القدر، زائد تسعة هنا ليلة القدر، زائد حروف ليلة القدر تسعة، كم المجموع؟ دعونا نكتب هنا، تسعة زائد تسعة زائد تسعة يساوي 27. سبحان الله، هذه هي الإشارة الثانية. إذن هذه حروف ليلة القدر، تسعة زائد تسعة زائد تسعة، هنا كما نرى تسع حروف، أربعة وخمسة، وهنا تسعة وهنا تسعة، كم؟ 27. الغريب هنا والملاحظة يعني اللطيفة، أن أول مرة وردت ليلة القدر، انظر كم رقم هذه الكلمة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهذه كم رقمها؟ خمسة. المجموع كم؟ تسعة. سبحان الله، يعني حتى القرآن راعى موضع الكلمة، هذه الكلمة رقم أربعة وهذه الكلمة رقم خمسة، المجموع تسعة. العدد تسعة هنا أيها الأحبة يشير إلى كم؟ إلى ليلة القدر، تسعة أحرف. الآن هناك شيء مذهل في هذه السورة، من كم حرف تتألف؟ لو قمنا بحساب الحروف الأبجدية أو الهجائية التي تتألف منها هذه السورة، يعني لدينا الألف، النون، الزين، اللام، الهاء، كذا كذا، سنجد عدد الحروف الهجائية ليست 27 بل 23 حرف. لماذا 23؟ لماذا؟ هذا العدد هو عدد سنوات نزول القرآن، نزل القرآن خلال 23 سنة. إذن عدد سنوات الوحي كم؟ 23. فركب الله هذه السورة من 23 حرف أبجدي أو هجائي بعدد سنوات القرآن، ليقول لك إن الذي أنزل هذه السورة هو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ثم انظر ملاحظة أخيرة قبل أن نختم، لاحظ هنا ليلة القدر تسعة، أربعة زائد خمسة، والثانية ترتيبها تسعة زائد عشرة يعطينا 19، وهو بداية التمسوها في العشر الأواخر، وهنا 11 زائد 12 ترتيب الكلمات يعطينا 23، هو عدد سنوات نزول القرآن، عدد سنوات نزول القرآن. سبحان الله، يعني كل شيء في هذه السورة محكم، ولو جلسنا نعدد العجائب الكثيرة لا نكاد ننتهي، لا نملك إلا أن نقول سبحان الله.